متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نعاودو نفتحوا المشكل ديال الدار البيضاء المتعلق ب يعني تعثر مجموعة من المشاريع اللي تتعرفها الدار البيضاء، وخاصة على مستوى السير والجولان. المفروض يعني مجموعة من المشاريع كانت تخرج قبل السنوات الوجود، ولكن حتى الساعة بقى ما خرجاش. الشيء اللي تيخلي سكان الدار البيضاء تحسوا بواحد الملل وواحد الضجر، خاصة أن هذه المشاريع عندها واحد التأثير سلبي على مستوى حركة السير والجولان. من أجل مناقشة هذه القضية ديالنا نستضيف السي محمد النقوطة، هو مهندس دولة في الطرق والقناطر وأيضا مستشار بمقاطعة بن مسيك في مدينة الدار البيضاء. سي محمد مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة سي بوستاف، شكرا على الاستضافة ديال القناة ديالكم قناة أنفاس. شكرا جزيلا سي محمد. الدار البيضاء تتعرف مجموعة من المشاريع يعني منذ سنوات، ولكن لحد الساعة كاين واحد التعثر على مستوى إنجاز هذه المشاريع، وكاين واحد اللخبطة كبيرة، وكاين مشاكل على مستوى الطرق والسير والجولان. من وجهة نظر تقنية أولا، كيفاش تشوف هذا الأمر أنت؟ من ناحية ديال التعثر يمكن تكون عنده أسباب ومسببات لأعمق من ما يمكن تصوره، لأنه يمكن يكون عدة مسببات اللي تقدر تكون مقبولة لأنه ما نساوش بأنه تراكمت المشاريع. كان عندنا واحد التأخر في يعني باش ننصي واحد عدد المشاريع على مستوى الدار البيضاء. جاء كما نقولوا جاء الخير جاء في دقة واحدة، يعني كان واحد شويه ديال التعثر ممكن متجاوز، يمكن الاعداد ما يمكنش شخصيا، يمكن انا عارفها في راسي، ولكن ما يمكنش نلتزم بالاسباب اللي هي موضوعيه، يمكن تكون ماديه، يمكن يكون بزاف ديال الامور اللي مش انها نادي التعثر. ماشي مشكل يكون واحد التاخر ديال، ولكن ما تشوفش ان من الاخطاء اللي ترتكبت هو ان تلقوا المشاريع فوق واحد، عيودا مثلا خدنا غير الخط الاول تاع الترامواي، بدا الخط الاول تاع الترامواي وسالف واحد الوقت اللي هو محترم، تم احترام الجدولات الزمنيه ديالو. من بعد بدات مجموعه من المشاريع في وقت واحد، ما تتشوش ان ممكن من الاجدر ان يبدا المشروع ويسالي عادي يبدا الاخر، خاصه هضرنا على الترامواي وعلى ديك الحافله ذات الجوده العاليه. يمكن الشركات التنميه المحليه يمكن ارتأت انه بعد ما كسبت تجربه في الخط الاول يمكن بلها بانه من الاجدر انها يعني تبقى في الاستمراريه ديال داك الريتم وداك الحماس ديال الاشغال. مزيان شي زعما ماشي ممكن له غير في الاخر غادي يكون واحد شويه الصبر، ومن الاخر غادي يكون واحد النتيجه تكون ان شاء الله. الجدوى كاينه، كنشوفوا الجدوى ان شاء الله على الترامواي ولا اللي جاي دابا الباسواي، يعني ما كاينش مشكل. ولكن اسمح لي ترتي واحد النقطه هنا، هذه غيكون فيها اشكال، هو ديال الجولان خلال الاشغال. الجولان سي بوستاف خلال الاشغال تيكون بالنسبه للانسان واحد الاداره ولا واحد صاحب مشروع تيلونسي واحد المشروع، يعني هذا واحد مهم لا يعني احترام السير وتسهيل انسيابيه السير، المرونه تاع السير خلال الاشغال. كنشوفوا كاين واحد المثل تنعرفوا كاملين، هو ديال لاديام ديال الشركه الوطنيه للسيار، يعني تتلقى اشغال كبرى وتتمكن لك تمشي بالسياره ديالك واحد 120 كم في الساعه بدون حتى اشكال. ولكن هاد باش نوصلوا لهاد الانسيابيه ديال السير خلال الاشغال ولمده سنوات، يعني راه تيكون واحد الدراسه من طرف خبراء، من طرف مكاتب الدراسات، تتصاوب واحد التصاميم ديال المرور وديال يعني لا سيركيلاسيون بروفيزوار فين غادي تكون، وتتحترم من طرف الشركه. يعني هاد يعني اي مارشي كيما بغى يكون، اي مشروع يعني في كاي تشارج تيكون واحد لا 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 تيكون واحد البند ديال تحويل المرور. واش اللي ما كاينش، هادشي اللي ما كاينش دابا في المشاريع، ما تتمش احداث منافذ فاش يكون واحد المشروع، يعني حتى الصباح الناس ما تلقاوش من يدوزوا. هو جوستو غير باش نكمل، راه هاد البوند اللي كاين في اللي كاين ديال البلان بروفيزوار ديال ديفياسيون، راه ماشي مجاني، راه تتكون فيه واحد الميزانيه مهمه في المشروع، راه تقدر توصل حتى ل 10 و15% ديال المشروع. ولا ضربتي 10 و15% يعني الشركات ملزمين باش يديروا هاد تماما ملزمين، وخاص صاحب المشروع يتبع معاهم، يتبع مخطط التنقل المؤقت. مخطط التنقل المؤقت تيكون فيه واحد شهور ديال الدراسه. مع الاسف احنا كمستشارين دابا نرجع لك للشق السياسي، ما تيبانش هي بالحسن، الحمد لله كاين حسنيه وكاين ديال اعضاء المجلس برئاسه السيده العمده، ولكن ما كاينش واحد الجسر التواصل ما بين المستشارين ديال الجماعه ولا ديال المقاطعه مع شركه التنميه المحليه باش يبداو الراي ديالهم في هذا المخطط. يمكن تنتكلموا احنا مع ناس تيقول لك هذوك الناس ديال الشركه المحليه ديال التنميه المحليه فيهم مهندسين وفيهم خبراء، ولكن مع الاسف هذه الكلمه هذه تشويه تجرحنا حنا، لان كاين
كاين عدة مستشارين اللي هما مهندسين واكفاء ولا يقلون كفاءة من هذوك. بالنسبة لك مهندس ايضا ومستشار داخل هذه المقاطعة من المسيك، واش عمر تواصلوا معك، عمر تناقشوا معك في هذه المسألة ولا تبقى غير رأيك؟ لا ابدا، احنا كفريق في المعارضة على مستوى نهضروا على مستوى مقاطعة بالنسبة لك، لان مقاطعة المسيك تتعيش مرور واحد الخط اللي تيدوز على مستوى شارع شجر وتيهبط وتيهبط على على مستوى محمد السادس، ونزيدك القنطره اللي انا عندي فيها ملاحظات. عندي ملاحظات مثلا تنطرحوا كمعارضه تنطرحوا، ولكن ما تتقابل سميتو الملاحظات ديالنا بانه ضيق الوقت، بانه ما كاينش سميتو ما كاينش المجال نفتحوا هاد سميتو. كاين قنوات اخرى كنتواصلوا فيها على هاد الشيء. باش نرجع لك للقنطره، ربما هي القنطره اللي بغيت نسولك على القنطره اللي تعلكين دابا في شارع محمد السادس، واش تشوف ان المكان اللي دات فيه القنطره اصلا هو مكان مناسب، واش هاد القنطره غتحل المشكل تاع الاكتظاظ في هذيك المنطقه؟ انا ربما غتوقف على شارع القدس حتى شارع القدس، واش تحل المشكل ديال هاد السي بوستا؟ كما قلت لك في الاول الجدوى كاينه حتى في القنطره في داك الفياديك ديال محمد السادس، الجدوى كاينه والنتيجه غتكون ان شاء الله وغتحل المشاكل. ولكن الملاحظه هو 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 الاشغال. الاشغال غادا الاشغال الحمد لله بريس مزيان في القنطره، ولكن تاخرات، ولكن المشاكل ديال المرور مشاكل كبيره. المواطنين ديال سباته وبنمسك باش يبغوا يخرجوا لشارع محمد باش يقطعوا غير العين الشق على دابا ولات حبس محبوسه. كان هنا هنا هذاك اللي باش نرجع لك لهذاك البلون دو سيركيلاسيون دو بروفيزوار، راه ماشي غير مثلا تيجي مهندس وتيشد ورقه وسيل يقول لنا غندوزو من هنا ندوزو هنا، لا كاين تقنيات اخرين ربما مكلفه، ولكن حتى حاجه ما كتغلى على المواطن على راحته، على راحته النفسيه. دابا اللي ولات سميتو لانك كتهز طوموبيلك، تهز طوموبيلك مع وليداتك في الصباح وانت في الاشغال تتقول هذه راه مطلوقه، لا راه محبوسه، راه نرجع نتعطلوا على وليدات المدرسه، نتعطلوا على سميتو على العمل ديالنا. قلت لك على مستوى باش نرجع لك المستوى ديال القنطره، كاين حلول تقنيه باش كنتفادى. مثلا غادي نقول لك مثلا الكونسيبسيون ديال القنطره كانت تكون واحد الكونسيبسيون اخرى اللي تخلي المرور التحتي من القنطره. الا خرجتي من سباته ودخلتي لعين الشق زعما تخرج بواحد الانسيابيه. شنو ما نديرش انا مثلا كنت انا نستاشر في المساله في الاول، ما نديرش انا بوندال كيديروا دوك الدعامات هذوك لي بوتر كيديروا كيجيو كنحطهم مثلا كتكون واحد كنختار واحد اليوم كيكون فيه السيركيلاسيون قليله بزاف احد في الصباح تجي كتحط مره كتحط كيبقى هذاك الباساج اللي تحت ما بين هذيك الكونيكسيون ما بين عين الشوق وشارع محمد السادس وسباته كيكون اراء تقنيه. ولكن حتى الطريقه باش حطات هذيك القنطره تولي من بعد عندها واحد المنظر بشع، لان الديور قراب وهي جات في هذيك المنطقه ما كاينش واحد الجماليه على مستوى البلاصه اللي تحطات في هذيك القنطره. تماما، هنا كاين هنا 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 كاين مشكل اركيتكتورال، مشكل ديال الاركيتكت اللي هنا كاين قرب ديال المنازل. يعني الا خدنا مثلا اسمح لي قطعت، خدنا القنطره اللي كاينه في سيدي معروف كاينه ديك الفسحه تاع المنطقه كاينه ديك الشساعه تاع هذاك، ولكن تسمى كيف سباسه كاين القرب تاع المنازل اللي زين ولا قدر الله كانت شي سياره بشي سرعه كبيره وخرجات من القنطره تقدر تمشي للديور. يعني كاين واحد المشكل. وهنا كنرجعوا للاطار اللي قلت لك سي بوستا ديال مع المستشارين ما عندهم كلمات كبار ما يقولوا ما كما دابا لا في المجلس مقاطعه بن مسيك ولا ربما ايضا في مجلس المدينه كانوا مهندسين ودازوا مهندسين. علاش انت في اعتقادك ان ما تيتفتحش قنوات تواصل مع المهندس المستشار حتى هو يدلي بالدلو ديالو في بحال هذه المشاكل؟ والله العظيم سي بوستا هذا هو اللي كنت بغيت نقول لك، ما كيسميتو كيتبخس الدور، لان كان واحد بين قوسين واحد الضيف ديالك في هذا البلاطو الشهر ليها مشكور، تيتبخس دور المستشار لنقل الموتى والاعانات الرمضانيه وهذا الشق اللي مهم. ما عرفتش انا كاين شي حاجه اللي كتبخس دور المستشار، يعني كاين العقليه خاصها تتغير. تتكلموا حنا في اجتماعات يقول لك لا دوك راه مهندسين راه خبراء، راه كاين خبراء اكثر منا في المجالس في المجالس الجهه في المجالس تبارك الله في مجلس المدينه في المقاطعات. يعني علاش الناس كاينه وكاين اطور، ما نبخسوش المستشار ونقزموه، كاينين، ولكن علاش ما كاينش
سيرتو مع مع مع, مع خصوصا مع مع شركه التنميه المحليه كنلاحظوا ما كاينش جسور تواصل ما كاينش كومونيكاسيون ما كاينش وشركه التنميه المحليه ما عندوش علاقه تيقول التواصل مع اعضاء تاع مجلس مدينه دار البيضاء هما تيتشكاو بهذه القضيه ما كاينش تواصل كلشي 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 كيتشكى علاش يمكن نتمنوا الحمد لله كانت كتبان لنا واحد السيده العمده دايره واحد دايره واحد فاتحه واحد القنوات كبيره ديال التواصل وكتخرج الاوراش وكت هي شخصيا بدلوا واحد المجهود كبير وحنا وراها وحنا يعني ندليو النصح والاستشاره حنا زعما موجودين لهذا الشيء الحمد لله كاين واحد الديناميه من السيده العمده شخصيا وكنتمناو الطرف الاخر حتى هو وبالنسبه لك انت كمهندس وتشوف واحد رؤيه شموليه على مدينه الدار البيضاء احنا غادي نسالو مثلا 2023 ولا 2024 غادي يسالو هاد المشاريع تاع التراموي وتاع الحافلات ديال الجوده عليه ولكن شنو اهم المشاريع الاخرى اللي خصها دار في الدار البيضاء اهم المشاريع التسريع محطه اتصال تحيه البحر تحيه المياه البحر هذا شفنا الازمه ديال المياه اللي دزنا هذا كاين المشروع دابا خسرت المشروع خسرت تسريع 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 ممكن مراحل اللي داز منها طويله وباقي ما كاينش ملموس ولكن خص تسريع هذا سميتو كاين هذا المشروع استراتيجي كبير كاين ربط الاحواض المائيه بيناتها اللي كتهتم حوض السبو مع حوض المائي ديال الشاوي اللي حنا اللي في الدار البيضاء يعني باش كيكون الا كان شي خصاص في الماء تيكون سميتو تيكون تيجيبوا الماء من سبو تيجيبوا للدار البيضاء هادو مشاريع استراتيجيه شويه كبار هادشي ديال وهادو مهمين وعلى مستوى حركه السير والجولان واش نوقفوا شويه ولا دير مشاريع اخرى ولا واتي ظهر لي انا في هاد البلان داكسيون من هنا ل 2024 25 زعما الحمد لله تبارك الله هادشي المشاريع كبيره راه زعما غير مشى هادشي مزيان وكمل هادشي بخير الحمد لله تكون مزيان زائد الصيانه الصيانه ديال قريعه الطريق خصها تبقى وخصها سميتو ما يمكنش لا يعقل ان تلقى بعض المرات حفار وسط الدار البيضاء هذه زعما كل واحد من الجهه ديالو يزيد في المجهودات لا الجهه ولا العماله ولا الدار ولا مجلس المدينه ولا المقاطعات هضرت على المقاطعات عندكم مقاطعات بين المسيك يبدو ان الامور بارده وكل شيء مزيان وكل شيء مرتاح اش واقع في المسيك بالنسبه لي كنت انت تنتمي الى المعارضه واش راضين على السير ديال هذه المقاطعات احنا كمعارضه مع الاسف عندنا ملاحظات كثيره معارضات كاين ملاحظات جوهريه وكاين ملاحظات ديال لا فورم مثلا يعني في الدوره اللي فاتت مع الاسف احنا انسحبنا من الدوره لانه لاحظنا بان تم المواطنين كانت القاعه منين تكلمنا منين لينا الرئيس قال القاعه عمرها كان ما بغيتش ندخل معاه شكون هذوك الناس اللي كانوا جالسين حتى هما مواطنين دخلوا ولكن كاين على بعد جوج الامطار كاين المسرح الجديد بالمسيك اللي هو خدام كنا نديروا المسرح نهز واحد 500 ولا 600 مواطن علاش حنا قلنا ودي الرئيس حنا راه ما عندنا حتى شي حاجه ما نخبيو الزموريا اكاشي زعما عيطوا للمواطنين يدخلوا سميتو هذا من بين الملاحظات كاين المشكل ديال الملاعب القرب كاين واحد التدبير ديال الملاعب القرب شويه ما كاينش المجانيه وما كاينش طريفه موحده شفت ليها انا شخصيا في اطار اللجنه الاقليميه للمبادرات التنميه البشريه وكنلاحظوا انا ما كنديرش زعما غير حنا ملاحظه الا الانسان بغى يدير واحد المقارنه يديرها باقرب جامعه عليه اقرب جامعه مقاطعه علينا هي سباته سباته ما فيهاش هادشي سباته فيها المجانيه فيها يعني كيكومونيكيو على ابسط البرامج ديال الفرق كيفاش غتستغل الملاعب القرب يعني ما كاينش هادشي وحنا شرنا المسائل الاخرى كاين بعد مع الاسف بعد الملاعب ديال المبادره باقي مسدودين الان وهذا الشيء ما فهمناش تنتواصلوا عليه من ناحيه الصحه امور كتبان لنا في المستشفى الاقليمي غدا مزيان لا 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 الامور كاين مشاكل على مستوى لوبيتال لوبيتال كباقي لي زوبيتو كاين مشاكل ولكن نسبيا الامور غدا مزيان وخير دليل كيفاش مرات كورونا في لوبيتال المسيك كانوا يضرب بالمثل وكانوا كيجيو الناس الامراض كيجيو المرضى الله يشافيهم والموتى الله يرحمهم كانوا كيجيو من مناطق اخرى وكان لوبيتال ديال بنسيك كان كيضرب بالمثل كاين مسائل اخرى ديال التعليم وديال هذا ما كاينش شي زعما شي حاجه اكسبسيونيل لسميتو على مستوى فتح قنوات معكم انتما في المعارضه بالنسبه للرئيس واش تحاوروا معاه كاين نقاش كاين
ولا لا ما كاينش نقاش. كاين من الدوره للدوره كنبداو من الدوره للدوره كنبداو حنا كنشتغلوا حنا مع المواطنين تنحاولوا نصنتوا للمواطنين ونفهموهم ونقترحوا عليهم حلول وكل كيشتغل من الزاويه ديالو. سي الكوطا شكرا جزيلا على قبول الدعوه وتتبعي قناه فاس بريس. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.